السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الصغيرين، طلاب الصف الأول ابتدائي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت تتفرجوا عليا من خلال الكمبيوتر أو اللابتوب عشان تبقى الشاشة بتاعتكم كده عاملة زي السبورة في المدرسة، واشتركوا في القناة من الزرار اللي تحت الشاشة، شاشة الفيديو هتلاقوا فيه زرار مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، دوسوا عليه، ولما تدوسوا عليه هيظهر لكم جرس برضو دوسوا عليه عشان يوصلكم كل الدروس أول ما تنزل على القناة. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن درس لطيف جدا وهو درس الاحاد والعشرات. لما يقول لك عندك 3 احاد زائد 5 عشرات نعمل ايه؟ نركز مع بعض. هنعمل ايه؟ رقم جنبه كتابة، اشطب على الكتابة وانزل الرقم، اول رقم احاد، تاني رقم عشرات. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك لما الاقي رقم الرقم جنبه كتابة، اشطب على الكتابة وانزل الرقم، الرقم الاول احاد والرقم التاني عشرات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي انا عندي رقم جنبه كتابة، هعمل ايه؟ هشطب على الكتابة وهنزل الرقم، الرقم الاولاني هينزل في خانة الاحاد والرقم التاني هينزل في خانة العشرات، يبقى انا عندي رقم ايه؟ 53. ودايما الاحاد بتتنطق الاول، يعني دايما الاحاد بتتنطق الاول، اللي بنكتب الاحاد الاول وبننطقه الاول. تعالوا ناخد مثال تاني. يقول لك 7 عشرات زائد 9 احاد. بصي هو بص هو عمل هنا معاكم، عمل معانا ايه؟ هو عكس. نركز مع بعض. يبقى ايه؟ لما يجيب لي رقم الرقم جنبه كتابة، اشطب على الكتابة وانزل الرقم، الرقم الاول احاد والرقم التاني عشرات. بس هو بقى جاي هنا ضحك عليا وجيب لي الاحاد، جايب لي العشرات الاول وبعدين الاحاد، هقوم انا عامل ايه؟ او جايب انا الاحاد الاول هنا والعشرات هنزلها هنا، يعني هكتب 9 هنا وبعدين 7 هنا. ليه؟ لان الاحاد هو اللي بينزل الاول، الاحاد هو اللي بينزل الاول، الاحاد هو اللي بينزل الاول. يبقى انا عندي رقم كام؟ عندي رقم 79، عندي رقم 79. ناخد مثال تاني. يقول لك مثلا 9 عشرات زائد 5 جنيهات. العشرات يعني هو دلوقتي بدل ما كان بيكلمني عن الارقام بقى بيكلمني عن الفلوس، بيقول ان هو بيقول لي ان هو معايا 9 عشرات من الجنيه، يعني معايا 9 ورقات ب 10 جنيه، يعني معايا 10 جنيه معايا منها 9 ورقات، تمام؟ وعند معايا 5 جنيه من الجنيهات الفضه بتاعتنا اللي بناخدها في المصروف دي، يبقى هو معايا 9 ورقات 10 ومعاه خمس ورقات جنيه او 5 عملات جنيه من الفضه دي. هنعملها ازاي؟ الجنيه نحفظ نذاكر كده مع بعض ونفهم. الجنيه بيمثل الايه؟ الاحاد. الجنيه بيمثل الاحاد. الجنيه بيمثل ايه؟ الاحاد. الجنيه بيمثل ايه؟ الاحاد. يبقى الجنيه هينزل الاول، يبقى انا عندي 5 وعندي 9 عشرات، يبقى انا عندي 95 جنيه، يبقى انا عندي ايه؟ 95 جنيه. فهمنا كده؟ طيب يقول لك 9 عشرات، او بقى هي المفروض 7 عشرات زائد 9 جنيه. هنعمل ايه؟ اتفقنا ان الجنيه ده زي هو الاحاد، يبقى هننزل الاحاد الاول 9 وهننزل العشرات ايه بعديها، يبقى انا عندي 79. طيب يجي يقول لي ايه كمان على الامثلة دي؟ يقول لك عندك 1 زائد 3 عشرات. يعني ايه الكلام ده؟ واحد زائد 3 عشرات. فين خانة الأحاد وخانة العشرات؟ أدي خانة العشرات أهي، هننزل التلاتة. طيب ايه واحد دي؟ واحد يعني أنا عندي
رقم واحد، عندي في خانة الأحاد عندي واحد، يبقى هنزل الواحد بمنتهى البساطة. ما نتلخبطش لما بقى إيه، لأن إحنا ما لقيناش كلمة أحاد، ما لقيناش كلمة اتنين مثلا أحاد، لأ لما نلاقي واحد لوحده كده نعرف إن في خانة الأحاد أنا عندي واحد، نعرف أنا في خانة الأحاد عندي إيه؟ واحد. يبقى لما نلاقي واحد واقف لوحده وما قالكش أحاد ولا عشرات، يبقى نعرف إن هو في خانة الأحاد. لما نلاقي كلمة واحد واقفة لوحديها، لما الاقي كلمة واحد واقفة لوحديها وما جنبهاش كلمة خانة أحاد، هنعرف إن هي في خانة الأحاد. تاني، لما نلاقي واحد واقفة لوحديها وما قالكش إن هي في خانة الأحاد، إحنا هنعرف لوحدينا إن هي في خانة الأحاد. طيب اللي بعد، المثال اللي بعده بيقول لك مثلا 5 أحاد زائد 10. الله، إيه ده بقى؟ ولا أي حاجة، الموضوع بسيط جدا وسهل. 5 أحاد هننزل الخمسة، لان احنا عارفين ان الاحاد بتنزل الاول، وعشرة، ايه 10 دي هنعمل فيها ايه؟ ذاكروا معايا كده واحفظوا، لما يقول لي 10 لوحديها نعرف ان 10 دي ان هو عنده واحد في خانة العشرات. لما يقول لي 10 ويسكت نعرف احنا ان احنا عندنا واحد في خانة العشرات. لما يقول لنا 10 ويسكت نعرف ان احنا عندنا واحد في خانة العشرات. يبقى لما يقول لنا 10 ويسكت نعرف ان احنا عندنا ايه؟ عندنا واحد في خانة العشرات. يبقى انا هقول ايه؟ عندي 10 في خانة العشرات، يبقى انا اعرف ان انا عندي واحد في خانة، عندي واحد في خانة العشرات، يبقى هقول ايه؟ هيبقى عندي 15، هيبقى عندي ايه؟ 15. كلام جميل. لما يقول لي 1 زائد 10 يعني ايه بقى الكلام ده؟ احنا قلنا في المسألة اللي قبل اللي فاتت ان لما الاقي كلمة واحد لوحدها اعرف ان انا عندي واحد في خانة الاحاد، يبقى هنزل الواحد. بيقول لي 10 تان، لما الاقي ان انا عندي 10 تان في خانة وساكت اعرف ان انا عندي 2 في خانة العشرات. لما الاقي ان انا كلمة عندي 10 تان في الوقفة لوحديها اعرف ان انا عندي 2 في خانة العشرات، يبقى انا الرقم بتاعي اسمه ايه؟ اسمه 21. يبقى انا الرقم بتاعي اسمه ايه؟ اسمه 21. يبقى احنا كده بس الحاجات بقى اللي هي فيها ايه؟ تريكات كده، ان كلمة واحد لوحدها يعني انا عندي واحد في خانة الاحاد، وكلمة 10 تان يعني انا عندي 2 في خانة العشرات، وكلمة 10 يعني انا عندي واحد في خانة الاحاد، يعني كلمة عفوا، وكلمة 10 يعني أنا عندي واحد في خانة العشرات. تعالوا كده نكتبهم. أما يقول لي 1 يبقى أنا عندي واحد، عندي واحد أحد. نلون بقى عشان إيه تبقوا فاهمين. لما يقول لي 1 أعرف إن أنا عندي واحد أحد. لما يقول لي 10 أعرف إن أنا عندي واحد عشرات. لما يقول لي 10 تان اعرف ان انا عندي 2 عشرات. يبقى تاني، لما يقول لي 1 اعرف ان انا عندي 1 احاد. لما يقول لي 10 اعرف ان انا عندي 1 عشرات. لما يقول لي 10 تان اعرف ان انا عندي 2 عشرات. كلام جميل، كلام جميل. اتفهمت؟ اتفهمت. طيب في حاجة برضو تاني حابة اقولها لكم قبل ما نخلص الدرس. احيانا كده يجيب لي الرقم يقول لي 8 زائد 30 يساوي كام. هو مش هو عايزني، هو ممكن اجمعها وممكن اعملها بطريقة لطيفة غير الجمع. 8 دي في خانة الاحاد وال30 رقم عشرات، هعمل ايه؟ هنزل 8 على الصفر، يبقى انا عندي 38. 8 نزلت في الاحاد وال30 زي ما هي في العشرات. تمام. طيب يقول لك 1 زائد 40 هعمل ايه؟ ممكن اجمعها عادي، والطريقة التانية ان انا هنزل الواحد في خانة العشرات الاحاد، والاربعة كده كده زي ما هي واقفة في خانة العشرات، يبقى انا عندي 41. تاني عشان نفهم، يقول لك 2 زائد 50 هننزل الاتنين في خانة الاحاد بتاعت الخمسين، يبقى انا عندي 2، والخمسة زي ما هي واقفة في خانة العشرات، يبقى انا عندي 52. طيب يقول لك نقول لك مثلا 5 زائد 60 هنعمل ايه؟ يلا مين يقول؟ هننزل الخمسة في خانة الاحاد بتاع 60، يبقى انا عندي 5، والستة زي ما هي واقفة في خانة العشرات، يبقى هتبقى 65. كلام جميل، كلام جميل. احيانا بيعكسها دي، يقول لك 38 بتساوي كام زائد كام؟
وعايز لك تحللها. عارفين تحليل المقاطع الصوتية في العربي؟ هو هنا عايز يحلل الرقم. هننزل هنا طبعا دي النقطة الأولانية بتاعت الآحاد، والنقطة التانية بتاعت العشرات. هننزل التمانية هنا هتقف لوحدها، طيب، والتلاتة اوعوا تنزلوها تلاتة، اوعوا تنزلوها تلاتة، مادام هنا ما عنديش كلام مكتوب يبقى هتنزل التلاتة 30، لأن هي واقفة في خانة العشرات. مادام هنا ما عنديش كتابة، مادام هنا ما عنديش كتابة مش مكتوب كلمة عشرات، يبقى هعمل ايه؟ التلاتة بتاعتي هنزلها وجنبها صفر، لأن هي في خانة العشرات، لأن التلاتة عندي هنزلها وجنبها صفر، إن هي في خانة العشرات. تاني يقول لك واحد وتمانين، هنعمل فيها ايه؟ الواحد هينزل في خانة الآحاد، وزائد التمانية بقى هنزلها لوحديها ولا جنبها الصفر؟ مين يقول؟ اه لازم انزل جنبها الصفر، لانها في خانة العشرات وما عنديش كلمة عشرات، لان انا لازم انزلها بالصفر بتاعها، لان انا ما عنديش كلمة عشرات، لازم انزلها بالصفر بتاعها لان انا ما عنديش كلمة عشرات. طيب كمان ايه؟ نقول واحد واربعين، ها هيساوي كام زائد كام؟ كام احاد وكام عشرات؟ الواحد هينزل في الاحاد هتبقى واحد، والاربعة هتنزل جنبيها الصفر في خانة العشرات عشان انا ما عنديش كلمة عشرات، يبقى الصفر نزل ليه؟ عشان انا ما عنديش كلمة عشرات. طب يقول لي بقى، يجي يضحك عليا بقى ويتذكى عليا، يقول لي 80 وعايز خانة الاحاد وخانة العشرات، هنزل الصفر في خانة الاحاد، هنزل الصفر في خانة الاحاد، والتمانية هعمل فيها ايه؟ هنزلها ولكن جنبيها برضو صفر، لان هي واقفه في خانه العشرات. يبقى انا ليه نزلت التمانية جنبها صفر؟ لان هي واقفه في خانه العشرات ومفيش كلمه عشرات، لانها واقفه في خانه العشرات ومفيش كلمه عشرات، لانها واقفه في خانه العشرات ومفيش كلمه عشرات، والصفر هو اللي واقف في خانه الاحاد فبنزله. فماليش دعوه بقى ايه ان انا نزلت الصفر مرتين، لا، انا ما دام عندي صفر واقف في خانه الاحاد يبقى هنزله في الاحاد، وكده كده خانه العشرات بتاخد صفر ما دام انا ما عنديش كلمه عشرات، ما دام انا ما عنديش كلمه عشرات خانه العشرات بتاخد معانا صفر. ويا ريت تراجعوا الدرس اللي فات بتاع درس برضو مقدمة الآحاد والعشرات، هيفيدكم جدا. وفي مسائل تانية مهمة بتيجي برضو معانا في الامتحانات. تابعوا بقى معانا ان شاء الله كل الدروس، وما تنسوش بقى لو عجبتكم ولو عجبكم الدرس تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.